شعوذة. شعوذة وذكرت هنا خاصة واحد عنده علاقة مباشرة بتبون الرئيس. نعم كما يسموه شخصيا، ليس رئيس، هو ماريونات الجنرالات عروس الكاراغوز تبون المزور ود الحرم. شوف، تبون كان يروح عنده في الطالب اسمه سي محمد في بوسمغون. أستاذ؟ نعم تبون شخصيا هذا هو اللي كان تبون، كان يروح هو وكان يروح معه مرته الزهرة، وأيضا مرته الأولى، لأنه مرت الزهرة هي الزوجة الثانية، عنده مرته الأولى في أبراد اللي سامح فيها وسامح في ولاده، يعني فقط هو دير الخير غير في ولاد الزهرة. تبون كان يروح عند هذا سي محمد في بوسمغون، على ما أظن توفي هذا المشاوير طالب، هذا تروح عنده دير مهراز ويقول لك دخل يدك. أنا رحت عنده شخصيا لما كنت مريض بالأسحار وكلش، رحت عنده وتلاقيت أحد الأشخاص من فرقة كوميدية في وهران لا داعي لذكره، لما شافني نخطف. هذا سي محمد يدير مهراز ودخل يدك في المهراز، يدير واحد الحشايش ما على باليش واش هي، ويبدا يقرأ عليك ويعزم عليك، ومن بعدها بعد بخمس دقائق ولا يجبد لك حجيبة ويقول لك أنا قلعت لك السحر، وتعطيله مليون سنتيم ويجوه برلمانيين يجوه. وتبون كان يروح له شخصيا، قالها لي واحد يسكن تما في بوسمغون هي المكان ميلاد عبد المجيد تبون، يهضروا بالشلحه بالقبيليه يعني مش باللغه العربيه. وقال لي احنا، قال لي هذا اللي تشوف فيه هذا سي محمد، قال لي اللي راه وزير السكن قال لي يجي عنده. كاين في بوسمغون اللي هي في ولايه عين صفره ولا ولايه البيض. نعم عندهم لهجة خاصة يتحدثوا بها يعني. نعم شبيهة القبائلية ماشي عربية. يعني وأيضا في لهجة من لهجات الأمازيغية يعني. مسؤولين يروحوا عند المشاويدين يجيبوا روحانيين يديروا لهم الخواتم السليمانية والأحجيبة، باش أيضا فيه بارون المخدرات، كاين واحد بارون المخدرات كان معايا في السجن، كان يروح العين صالح باش لبراش تاع الجدارمية وتاع لابوليس رابد المخدرات ويخليه يفوت. وقال لي مرة، قال لي فوت كنت رابد المخدرات وكي جيت فايت على براج، قال لي دارك تفلت عليه أكرمك الله، قال له فو عليك دارك داره وشاف من جهة أخرى، ترموا قوة السحر وقوة الحجاب اللي كان رابده. وهذا أمر معروف، كلهم يروحوا الأضرار، يروحوا الولاية السعيدة، أيضا في واحد المشعود في حي بوخرس اللي هو مغربي الجنسية، وكلهم يروحوا عنده. وعند كاين حرب ما بين المسؤولين الجزائريين، يعني قاضي يسالها رئيس محكمة يروح يدير له حجاب ويدير له السحر. عجيب يعني هذا الموضوع تاع الصح يعني استخدام الشعوذة. سعيد نغزة انا عرفتها بواحد الشخص اللبناني، هذا ماهوش مشعوذ ولكن ينحي الاسحار، ولو كان ماشي انا عرفتها بهذاك اللي نحاها الاسحار وعالجها من السرطان، لو كان هي ميتة ولكنها لما ما عقلتش على الخير. لكن يا سعيدة، لو كان مشي انا عرفتك بهذاك السيد اللي في لبنان، لو كان راكي اصبتي بالجنون، لانه كان عندك سبع اسحار داروهم لك اشخاص مقربين. راني بعثت لك الايميل بيني وبينها، المحادثه بيني وبينها، تاكد صدق الكلام تاعي. نعم. هنا نقطه اخرى. عفوا استاذ، في الامين العام تاع ولايه وهران السابق اللي هو مديح سعلي الحاضر من ولايه غيليزان، لما نحاوى في سنه 2021 نحاوه وحبوا يتواصل مع واحد المشاود في البرمادية في غيليزان، زعما ظنن منه أنه يعني رجعه المنصب تاعو، وعطاه واحد المادة مرة قالوا شربها على الريق، كان يعني مفسد كبير وكان يدير أوامر من ابن خالد بوتفليقة المدعوم البرلماني أمير محمد بن عمر. لما وقفوه من المنصب، رحت عند واحد المشاود في غيليزان في البرمادية وعطاه واحد المادة، قال له هذه المادة تناولها على الريق، راح هو ابن تاعو في المعلومات اللي عندي، ويعني وهذيك المادة تسبب له في تسمم قريب ما مات. هذا أيضا مفسد كبير، كان يروح كان يعني هو اللي كان يعطي أوامر للشرطة باش يهاجموا الحراك في وقت الحراك، لأنه كان أمين عام بأمر من ابن خالد بوتفليقة اللي هو أمير محمد بن عمر. وكان يروح يدي، مرة تلاقيته في سوق الكرمة يدي في الكراطين تاع التمور والفواكه مجانا، هكذا حقرة. كي شافني صورته عيط لي، قال لي وعلاش صورتني وراني هنا واش خصك؟ قلت له راح نفضحك. وخبرت عليه الوالي عبد القادر السلاوي،
قلت له الامين العام هذا ما يحشمش على روحه يدي 30 مليون ويزيد يطمع في الموندا ديالو يروح يدي التمر ويدي الفاكهه والخضره باطل. قال لي جلاوي قال لي معليش قال لي استر ما استر الله قال لي خليه يدي بصحته هكذا. ها والله العظيم استاذ يعني موضوع الشعوذه هذا صراحه يعني ما كفتناش مواضيع الفساد بكل انواعه ودخلتنا في موضوع الشعوذه هذا حتى الناس كانوا لاحظوا ان تبون وبعض المسؤولين الجزائريين عندهم خواتم كبار هكذا يضعهم في اصابعهم يعني. نعم بالبوجه فيها عزائم سليمانيه يعني باش يديروها له لازم لها على الاقل 40 50 الف اورو. باش زعما او هكذا يزعمون انهم ما يمسوش السحر ولا هو ولا كيفاش ولا؟ مش ما يمسوش السحر باش زعما كلمته تكون مسموعه وتكون عنده هيبه ويقدر يتحكم في الشنقريحه. ساعه هذاك الخاتم سليماني اللي داروه له انا نشوفه شنقريحه هو راه يتحكم فيه. راح دميه في وسط الجنرالات هذا تبون هذا يعني نهايته راح تكون نهايته وخيمه باذن الله. يعني هما اعتقادهم ان هذه الخواتيم هذه اللي يديروا هذه يسموها سليمانيه هو انه يكون عندهم هيبه مثل هيبه سيدنا سليمان كما كانت عنده يعني. حاشا لا حاشا لله يحبوا سيدنا سليمان. سيدنا سليمان هذيك من الله سبحانه وتعالى. لكن هذا اعتقادهم هم المشعوذين وش يقولون هذا الشعر هذا الشعوذه هذا الخرطي هذا كله باذن الله كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره البقره وما هم بضار نبي احد الا باذن الله. وفي امام محمد متولي الشعراوي رحمه الله يقول لا تخاف من البشر فهم مجرد وسيله لتحقيق الله كله باذن الله. لن ينفعك يتبون لا خاتم سليماني ولا الروحاني ولا ينفعك شيء. هذا تبون اصلا ما يصحاش. شو انا تلاقيت به شخصيا في 2015 في زياره عبد الملك سلال وبوشوارب في مصنع توصيالي بشهيريه وقدمت منه شخصيا وطرحت عليه سؤال حول ملفات عدل المزوره تلمو يشرب بزاف الويسكي شنايفو فيولي استاذ. هذه شهاده ايضا نقولها للتاريخ يعني عليها وغدوه رمضان 2015 وخلاونا ننتظروا وكان يعني كان ما دريناهاش كاع فيه. راحوا خلاوه سلال وبوشوارب والوزراء راحوا المعسكر على جلسة الثامنة ليلا في مركب الحل صلب الأتراك في توسيالي وهو خلاوها معانا ما كانوش قاعد دايرينها فيه. خلاوه معك في وهران. كان خلاوه معانا في الشهيرية راحوا خلاوه سمحوا فيه ما كان عنده حتى قيمة مع العصابة وصاب روحه رئيس الجمهورية ما كانش قاعد يحلم بها وجابوا لقاية صالح. نعم في ما دام على ذكر تبون كنت ذكرت أن عنده ابن آخر غير خالد وأنه متورط في كثير من أعمال الفساد وش ما يمكن قوله في هذه النقطة؟ نعم ابن محمد هو من مواليد 89 هو راه محمد هذا جاء في طائرة خاصة مع دي جي سنيك من العاصمة الفرنسية باريس وتوسط لدي جي سنيك وعطاو له قطعة أرضية في وهران وبنى فيها ملهى ليلي وتوسط له عند الدراك مدير تنظيم لمحل التراخيص ومنحوا له لدي جي سنيك رخصة لهذا الملهى الليلي في منطقة عين الترك ومنح أيضا 19 رخصة أخرى لملاهي ليلية جديدة في وهران. يعني ما كفاهمش الملاهي واللي بوا دو نوي اللي كاينين في وهران زادوا عطاو اعتماد ل 19 ملهى ليلي. هذا محمد تبون ايضا دير تشيبا من قبل الملاك 7 ملاهي ليليه في العاصمه قيمه الملهى الليلي الواحد 40 مليار يعني يجيب لهم لاغريمون ويعطوه تشيبا استنى مع اعمال اتراك مع شخص ملياردير يسمى البرايجي استنى كيما بواه اخوه استنى سيد احمد راك جبت عده مواضيع جبت علاقته بدي جي سنيك هذا الرابر يبدو انه رابر مشهور وأعطى له قطعة أرض باش يدير ملهى ليلي لهذا دي جي سنيك شخصيا يعني. نعم واستفاد من لاغريمون الإخوة في مديرية تنظيم دراك وهران عندي مصادر تما أكدوا لي أنه دي جي سنيك أخذ الاعتماد بأمر وبإعازة من محمد تبون اللي هو ابن عبد المجيد تبون المزور تبون المزور تبون. نعم وهذا هذا الملهى بنية هذا راه يشتغل ولا مازال راه بنية ولا مازال ما يشتغلش ولكن عطاوه الاعتماد وراح يشتغل في القريب العاجل. وكاين ايضا راك ذكرت باللي كاين 19 ملهى اخر راهو على ابواب ان يعتمد ولا اعتمد ولا كيفاش؟ اعتمد وسيتم تشغيلهم قريبا وهذا لافساد
الشعب الجزائري وإفساد الشباب الجزائري. يعني هذه محاولة لجعل وهران مركز للفساد، للملاهي، للكباريات، أعزكمنا الله، لكل المفسدات. وهران كل مرة يتوسعوا فيها يعني. نعم. وهذا محمد تبون، هذا الطفل الثاني من حق العام باش يخوفوا الشعب الجزائري. راهي مؤخرا راك تلاحظ استاذ ولاحظ الشعب الجزائري في انتشار رهيب للجريمه في الجزائر، وهذا يعني خطه مدروسه لتخويف الشعب الجزائري. يعني لو كان تقولوا الحراك وتخرجوا وطالبوا بتغيير السلطه، رانا نكره لكم ونمر لكم حياتكم. وهذا ما يفسر انه لاول مره يتم العفو عن 14,000 مسجون من يعني معظمهم في جرائم سرقه واعتداءات، وهذا بشكل يعني مقصود. هذه اللي كانت في 5 جويلية الماضي، بما فيهم انه البعض اللي يطلق سراحهم، مثلا واحد منهم قتل استاذ جامعي انضم في استاذ في البليده، واحد في البليده استاذ متوسط، وواحد في تبسه ايضا استاذ جامعي، كلاهما قتلا بهذو اللي كانوا طلقوهم يعني دارهم لاكراس. باش نرجعوا لهذا محمد تبون، انت قلت من مواليد 89، هذا عمره تقريبا قدك يعني، عمره 33 سنه. انا اكبر منه بسنه. هذا وش دوره هذا محمد تبون؟ هذا يجيب المشاريع الاتراك ويدي تشيبا، وعنده صديق وحميم عندهم فيلا في موريتي اللي هو البرايجي، رجل الاعمال يسمى البرايجي. راح نطرق الفساد تاعو بمجرد ان يوصلوني ادله وتفاصيل عليه لاحقا. طيب هذا هو مقيم في سويسرا على ما اظن. محمد تبون اذا عنده علاقات، خاصة معروفه انه كان ذكرها حتى ويحيى يعني اشار لها، قضيه الشركات الاجنبيه، ومعروف علاقات تبون مع الشركات التركيه يعني، خاصه لما كان وزير سكن. انت تقول باللي هذا محمد تبون هو الوسيط في الان ولا مع الاتراك؟ نعم، هو الوسيط. نعم، هو الوسيط في قضية الرشاوي يعني، وقضية المشاريع. المخابرات تعلم بذلك، وعبد الغني راجي دار ملف على هذه القضية، وكان يبتز بها تبون. عجيب. لما كان مدير أمن داخلي. هذا لما كان أمن داخلي، الآن ما راشدين عرفوا باللي تمت الإطاحة به، وممكن جدا يتم سجنه يعني. ليس ممكن جدا، أنا راح نبشره من الآن، نقول له من الشحفي في عبد الغني راجي، البليلة تناديك عن قريب. هم يقارعوا لك فقط تبرى من عينك وتبرى من تداعيات الجلطه الدماغيه، وراح تشرف بجانب وسيم بوعزه وشله الجنرالات العار في السجن العسكري في البوليد. طبعا الجنرال راشدي فقط لتذكير الناس انه كان هو مسؤول الامن الداخلي لما اطاحوا ببوعزه وسيم في افريل 2020، وظل كذلك تقريبا الى غايه شهر جويليا 2022. ايه، بعدين حطوه على اساس مسؤول الامن الخارجي، ثم اطاحوا به حتى في الامن الخارجي. وانا عرفنا، انا كنت تكلمت عليه شخصيا وقلت راهو موجود في فرنسا وراهو في حاله صحيه سيئه جدا، وانه ستتم الاطاحه به، وبالفعل تم ذلك. وحاليا عنده فيلا في تيبازا، هو في فتره نقاها في احدى فيلاته بتيبازا، لكن سيتم سجنه حسب المعلومات اللي عندي في قريب العجل. مرة أخرى كل الجنرالات تقريبا، اللي مروا على المخابرات في مختلف الأقسام نتاعها، مختلف الإدارات نتاعها، تتم الإطاحة بهم، وفي الغالب يتم سجنهم أيضا. عندنا بوزيت، عندنا وسيني، عندنا من قبل كان مهنا في السجن أيام القايد صالح، عند هذو كلهم كبار جنرالات اللي هم مسؤولين عن المخابرات. تحسب أنا في ولد الدئاب أستاذ. بالفعل يعني عصابات متتالية ومتواصلة ومتصارعة بشكل رهيب. إن شاء الله ربي يقوي شيطانهم، إن شاء الله يقعدوا متكاتلين في بعضهم البعض ويسجنوا في بعضهم البعض. موضوع الشعوذة كنت ذكرت فيه أشياء أنت كثيرة، حتى قلتها لي على الخاص وقلتها لي على الله، لكن هذا أيضا موضوع الشعوذة يعني هو واحد من العناصر الرئيسية في إطار الصراعات القائمة. يستخدموا الشعوذة، يستخدموا السحارين، يستخدموا بعضهم او باش يجيبوا يكتسبوا الهيبه والسلطه وباش ما يصلهمش الضرر يعني. نعطيك مثال، في احد المشعوذين في مدينه مستغانم تم القاء القبض عليه في شهر جويلية متلبس، ومد رشوه لوكيل الجمهوريه اللي راح نطرق لهذا الموضوع لاحقا، ممكن في قناتي عبر اليوتيوب، يعني ما عنديش تفاصيل عليها. مد له رشوه 200 مليون وطلقوا، مع انه جوزوه هذا الامام، عدوه في قناة البلاد وقناة الشورو. إمام ولا مشعوذ؟ يعني هم إمام ومنظوم مشعوذ في نفس الوقت.
نعرفه شخصيا انا هذا الامام، يعني يقطن في المنطقه اللي نسكن فيه، كنت نسكن فيها انا. يعني بعض الائمه يمارسون السحر، يطلعوا للمنبر. وانا شخصيا قلت للمدير الشؤون الدينيه السابق امير وش مسعود في وهران، قلت له شيخنا كيفاه راكم ساكتين على هذه الائمه اللي راهم طلبه ويديروا السحر وعباد الله قاعد يحبلوها؟ قال لي انا ما عنديش صلاحيات صراحه. هذا شخص انسان مليح، هذا مدير شؤون دينيه انسان نزيه، ولكن ما عندوش صلاحيات، لانهم هذول الائمه الشعب المشعوذين عندهم نفوذ، يعرفوا دي جينيرو، يعرفوا دي كولونيل، يعرفوا حتى لو كان يطبق عليهم القانون يعزلهم ما يقدرش. راحت البلاد ما بين المخدرات والملاهي والشعوذه والنهب، راحت البلاد وتغرق اكثر فاكثر. يعني كما هذا ابن الشفارة تاع عبد العباس، هذا الفاني ما يخافش ربي، يروح يشري الاعشاب القديمه كاع البيريمي ويديرها في على الاساس هذه العقده الفاسخه وهذه الزيوت السبعه ويخرطي في خرطي. ومره يخبر فيها واحد في السجن، قال لي اخوه ضابط شرطه وقام بايقاع توقيف هذا ابن الشنفاره في بلعباس في حاجز امني، كان معه مخنتين ويعني نورمال وتم توقيفه وطلقوه لانه عنده علاقه مع احد العقاد، دالو انترفونسيون ما كانش يحكي معاه. كلهم يدعوا يبزنتوا باسماء الدين. وعندي رساله نوجهها لخاوتي الجزائري لهم، امراض الامراض فيهم مست ولا السحر ولا اي حاجه، خطوكم من هذا اللي يقول لكم حنا نرقوا وحنا جيب لنا العقده وجيب لنا الخلطه هذه، هذا خرطي. عالجوا نفسكم انفسكم بنفسكم، هذه عن تجربه. الله سبحانه وتعالى يقول واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مسطورا، رقوا نفسكم بنفسكم ما تروحوا عند المشعوذين، هذا غير خرطوا عليكم وينهبوا لكم اموالكم ويبعثوكم اعشاب كما هذا ابن شنفاره، اعشاب بيريمي اللي العطارين يبغوا يرميوها يروح يشريها عليهم باثمان بخسه ويعاود يطحنها ويديرها في علب ويبيعها للجزائريين، وعنده قناه في النيصات. يعني ما يخافوش ربي، ما فيهمش خوف ربي. كانت قضيت بالاحمر، يعني كنا في قلب الحركه انذاك، كانت عملت نوع من الضجه، لان هذا بالاحمر كان مشهور ايضا بالشعوذه وكانوا على مستوى عالمي تقريبا. انت كانت عندك اشياء هكذا قلتها لي نظن على الخاص فيما يتعلق به. نعم، زرته بالاحمر في 2014 ودار لي سيروم في بالعسل في عيادته. هو صراحه ماهوش مشعوذ، يعني ماهوش ما يقولوش اسم امك ولا يعني، ولكن كانت عنده علاقات مع القايد صالح، مع السعيد بوتفليقه، مع اللواء سعيد باي، كان يروح يرقي الجنرالات رؤساء الدوائر، يعني كان متغلغل. وهذا هو الخطا الفادح اللي ارتكبه، انه تقرب من هذه السلطه الفاسده وتم اغتياله بالاحمر قتلوه. يعني انت تعتبر انه هو ماهوش مشعوذ وانما ربما راقي، يعني لان نقدر نفرق ما بين الرقاه والمشعوذين. لا انا زرته شخصيا، هو لا يطلب اسم الام بالاحمر، هي في الغالب اللي يطلبوا اسم الام هو اللي هذا هو الشعوذه. نعم، اي واحد يقول لك انت اسم امك فهذا مشعوذ ملعون، يقول بسم الله الرحمن الرحيم تنعكس عليه. ما تروحوش عندهم خاوتي، اللي عنده اي مريض يعالج نفسه بنفسه، راهو كاين علاجات كثيره وفعاله. وانا شخصيا سحروني ومرضت والحمد لله عالجت نفسي وشفيت باذن الله. مريت انت على هذه الاجواء، ما تروحوش عند هذا ابن الشنفاره وهذول راهم يجوا في القنوات وهذه، خرطي في خرطي، راهم يدوا لكم فيه فلوسكم وفي وينهبوكم باسم الدين باسم الرقيه الشرعيه. وكما هذاك الراقي، هذاك عميل مخابرات عبله مراد بوعكاز، اللي اتصل بيا وسجلني، على يعني سجلني، يعني انا حسيته راجل وحكيت معه، احترم هذيك اللحيه اللي دايرها، لحيه الربي اللي دايرها كما نقولوا في الوهران، يعني يخرط على الناس. خاوتي ما تروحوش عنده، هذاك راه ملعون، هذاك هو بروحه خصه رقيه. كيفاش هو يا عباد ربي واحد تسبب ديجا الشيخ تسبب في مقتل اغتيال احمد كرومي، تسبب في سجن الشيخ ادم تاع الامام تاع سيتي ديسكور، كان معايا في السجن مسكين، يضل يدعي عليه. اسكو يا مراد بوعكاز، هاد دعوة هاد الناس رايحين تربح وتشوف الربح، والله ما تربح ما تشوف الربح. وخاوتي ما تبقاش تروح تترقوا عنده يرقيكم ب 400 اورو 300 اورو، هذا يتاجر باسم الدين. اللي حاب يرقي روحه بروحه، اللي عنده حاله مستعصيه يتواصل معايا وندلو بالطريقه الشرعيه اللي يعالج بها نفسه ويعالج بها اي واحد من اهل بيته. شوف هذا راك ذكرت شخص الان هنا، هذا اللي هو مراد بوعكاز، كان نعرفوه الجزائريين قبل حوالي 10 سنوات لما خرج وقال من فرنسا، قال انا كنت عميل المخابرات، وقال حتى هو اتهم حتى جبار مهنا بان اللي كانوا يخدموا فيه
قالوا له لو كان ما تسمعناش نديروا لك واش دار جبار مهنا لليموان للرهبان، وهذه كان دار ضجة في فرنسا الشهادة تاعو آنذاك. وهو كان يتكلم يعني شخصيا، كان اتصل بي قبل 10 سنوات وقال لي أستاذ أنا كنا نسمعوا لك وراني كنت أنا عميل عندهم ودرت كذا 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 ومازال، لكن عاود يبدو أنه عاود رجع الآن يخدم مع العصابة يعني، وهو مقيم في فرنسا على ما يبدو. وأنا درت فيه ثقات وصل معايا هو وشخص اسمه غانين وكان معايا في سجن قديل، وأوقعني في فخ يعني، وأنا تحدث على المرض تاعي وتحدث على أمور، قال لي ولكن هذه الامور ماهيش بالنسبه لي ليست بامر يعني راهي شكلو صاي نقولوا ابو اكاج حشم على روحك. لكن انت عموما يعني بدون انت ما راك لا راقي لا والو، انت النصاب باسم الدين. انت وحده قالت له استاذ، قالت له كي يكون كاليا سونسيكونت مهلوس راميدو سمو الصاروخ، قالت له اسكن نجم نتوضا أو لا ما نتوضاش، قالها لا إذا كنتي كاليا 100 سيكوند توضي تيمي، وإذا كنتي كاليا 300 لازم تغتسلي وضوء أكبر. أيوة هذا ابن آدم، هذا الناس تسمع له تروح ترقي عنده. هذه مرة أخرى في الشعوذة، يعني قضية الشعوذة اللي جبدناها اللي هي منتشرة داخل النظام الجزائري وداخل، لأن هذا شوف احنا في النهاية ربما هذو الأفراد كأشخاص مش هما اللي يعنوا الشعب الجزائري بقدر ما تعنيه سلطتهم اللي تحولت الى كارثه فيها الشعوذه فيها النهب فيها الملاهي فيها المخدرات فيها الفجور فيها السرقه. هذه هو القضيه. وصراحه قوه الشهاده نتاعك تكمن هنا، هو انك خرجت عايشت هذه الاشياء. راك تذكرنا الان ذكرنا المشعوذين، انت كنت ايضا تعرفت على بعضهم رقات وبعضهم مشعوذين. وقلت حتى بالأحمر كنت تلاقيت ورحت عنده، وانت تشهد بأنه اللي قاموا بقتله ربما كانوا مسلطين المخابرات اللي اغتالته أو ممكن الصلح. جدا، لأنه تم اغتياله يوم 22 ديسمبر 2019، في اليوم الموالي تم اغتيال القائد صالح. بيناتهم يوم واحد يوم ساعات وعلى أساس أنه كان واحد راح قتله فقط، يعني ما هوش اللي يهمنا هو هنا الاستاذ القائد صالح كان يمشوا مع الروحانيين. مره حبوا يغتالوه في هليكوبتر، كان في زياره للناحيه العسكريه الرابعه عن شريف عبد الرزاق، وكان معاه روحاني هو اللي قال له ما تركبش في ديك الطائره لانه ستسقط بك. القائد صالح كان يمشوا مع روحانيين كبار وكان داير لهم شهريه. وهذا اللي في ناس ايضا يستعينوا بالروحانيين لكشف الكنوز الأموال المكنوزة والذهب، وهذا أمر معروف. وهذا شخص كان يدعي أنه راقي يسكن في الكمين، وكان يظهر كثير في القنوات، هو يبحث عن الكنوز من منطقة معسكر، ودار أسس ثروة طائلة لأنه عنده طاقة روحانية يكتشف بها الكنوز المخزنة. يعني هذه الطاقة الروحانية هنا نتكلم على استخدامهم للجن يعني بشكل أساسي، يعني الجن السفلي. نعم، راح هي البلاد، يعني راحت البلاد بكل مقاييس يعني. والله يكون هذه حاجه قليله استاذ، والله هذا اللي نعرفه. انا كاين ناس كاين صوالح امور خطيره.